بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أخي العزيز، زي الأحوال عندكم وزي العائلة وكله تمام كله بخير؟ أنا مبسوط لما بسمع حسكم والله. بعرفك عن الألوان، الألوان هي دي ألوان مية، هتلقاها في مصر، شايف؟ ألوان مية طبعا دي عيال المدارس عندهم كلهم، وبعدين دي خشبة مش بلاطة، كمان خشبة فرميكا، شايف؟ الحاجات دي بتمشي على الخشب، بتمشي على الألوان دي، بتمشي على كل حاجة، مش ضرورة يعني يكون بلاط. شوف أهم حاجة، بعدين بتجيب حتة بلاطة كده وتحط عليها الألوان وتمسكها بإيدك كده زي ما أنت عاوز، يعني مش عاوز قلب مخ، بتحط الألوان دي اللي أنت عاوزها على إيدك كده اهو، شايف كده اهو، وتروح ماسح بيها الخشبة كده، شايف؟ شوف أنا بعمل إزاي، شايف؟ كده اهو على طول. اللون اللي انت عايزه هيجي وحده كده، يعني الناس لما تفكر هتشوف الالوان اللي هي عايزاها جوه، كل حاجة هتتخيلها هتلاقيها في المنظر ده، شايف؟ تمسحها كده بالراحة، شايف حاجة رهيبة جدا. شوف المنظر طلع ازاي، يعني ممكن تحط له ابيض، ممكن تحط له ابيض عشان خاطر تفتحه شويه، تمسكها كده اهو، شايف ممكن تحط اسود شويه، تعمل الجبال مثلا كده اهو، شايف؟ ما خدتش وقت، شايف المنظر بيطلع معاك زي ما انت عاوز. هنا طبعا انت عاوز تعمل ورد، عاوز تعمل شجر، يعني بتخبط عليها كده، بتخبط عليها كده، شايف؟ هنا هتدي لك الأشجار وتدي لك وتاخد فرشة صغيرة كده اهو، تعمل الشجرة من هنا اهو، شايف؟ بتطلع جميلة جدا. أنا هنا هو طبعا عشان خشبة عملت ليها لساق كده اهو، هنا اهو، ودي كده اهو، ودي كده اهو، ودي كده اهو. شوفوا اللوحة طلعت ازاي، شايف؟ منظر جميل جدا. يعني الخشبة دي هنا اهو هتجيب لها 15 يورو اللي انت شايفها دي، خشب كده فرميكا، شايف؟ حاجة رهيبة جدا. واي خدمات انا مستعد اعرفكم، انا عايز الناس تتعلم وتعمل دي في الشرم، لو تعملها للسياحة السياحة هياخدوها عشان خاطر معمولة بالايد، مش جاية من الصين، لأن دلوقتي الصين بتعمل كل حاجة، بتورد لمصر ولفرنسا، والأجانب ما بيحبوش حاجات الصين، بيحبوا الحاجات اليدوية اللي الواحد بيعملها بإيده، حتى لو وحشة بيحبوها وبيدفعوا لها تمن. وفي مصر كمان الناس اللي مبسوطة اللي في القاهرة
بحبهم الحاجات اللي زي دي معمولة بالإيد، أما الحاجات اللي تيجي من الصين دي ما لهاش طلب دي. يلا مع السلامة ولقاء القادم إن شاء الله في أمان الله. أجمل تحية من عاشق السمسمية النجم الأستاذ رمضان عطية، الأستاذ يوسف الليمبي، النجم غريب جي، والأستاذ أحمد غريب. دائما لكم تحياتي بسوق غازي.